نروح مع حضراتكم للمخرج محمد فاضل، واللي يمكن كان شاهد على بدايات الأستاذ صلاح السعداني. وأبنائي الأعزاء، شكرا، أهلا بحضرتك والبقاء لله. وطبعا يعني الفقيد يعني غالي جدا وقيمة فنية كبيرة للوطن العربي أجمع. البقاء وأصل يعني هو بس تصحيح، هو ما كانش البداية أبناء الأعزاء، شكرا، بداية من قبل كده بكتير قوي، من سنة الستينيات يعني، كانت في مسرح التلفزيون وبعدين في دراما التلفزيون أو مراقبة التمثيليات بالتلفزيون من خلال أعمال كتير قوي. فيعني ما من الواحد مش هيضيف إلى ما قاله الأستاذ فتوح وغيره من الزملاء، لأنه هو أهم ما يميز صلاح السعداني أنه فنان شعبي. بكلمة شعبي إيه؟ شعبي أنه بيهتم بقضايا وطنه ومثقف، واختياراته يعني ما أعتقدش أنه في عمل هو يندم أنه عمله، لأنه برضو بتبقى له اختيارات. وروحه في الاستوديو واحد من الناس يعني، ما يعني رغم كل الـ يعني الـ الشهرة اللي هو حصل عليها والأعمال الكتير العظيمة اللي عملها، لكن لا بيخش الاستوديو كده واحد من الناس اللي موجودين، وعمره ما حسس الناس ان هو والله انا بقيت نجم وبقيت لا 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 خالص. الجميع صحيح يعني يتحدث عن هذه البساطه، حضرتك شايف ازاي دي اضافت لمسيرته الفنيه؟ ما هي اضافت له كتير قوي، اولا في اختياراته للاعمال. يعني هو ما بيروحش يمثل كده اي حاجه، لابد عنده اختيارات ولو وجهة نظر ولو اهتمام بقضايا الوطن وقضايا الناس نفسها يعني، فربنا يرحمه يعني. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا المخرج الكبير محمد فاضل، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.